صباح الخير مشاهدينا، فقرة جديدة من أوروسكوب بقدم لكم إياها على أمل إن تكون حملتكم معك للأخبار الحلوة والإيجابية لنهاركم. شو نصايح أبراجنا 12 لليوم؟ رح نكتشف سوا، والبداية مثل كل يوم رح بتكون مع برج الحمل. يوم مهم كتير بالنسبة لك، فصار الوقت إنك تقدم الشكر لكل الأشخاص اللي سندوك الفترة الماضية من حياتك. عبر قد ما فيك عن حبك وتقديرك لحبيبك، فهو بحب يسمع كلامك الحلو بما إنك ما بتعبر كتير عن مشاعرك. برج الثور، إذا لقيت حالك اليوم تعبان ومعصب فهذا الشيء طبيعي لأنك عم تشتغل من فترة طويلة بلا أي راحة، فانتبه على حالك لأن العمل بهذه الطريقة له أثيره السلبية أكثر من الإيجابية وخاصة على صحتك. برج الجوزاء، يعتبر اليوم من أفضل أيام الأسبوع يلي فيك من خلالها تثبت حضورك قدام كل المحيطين فيك، منك بحاجة لتغيير شخصيتك أو طبعك، فأنت محبوب وبتعمل جو وين ما بتكون. نوصل لبرج السرطان، بتوصل اليوم للهدف يلي صار لك زمان عم تشتغل عليه، بتلاقي الدعم من الأشخاص يلي ولا مرة فكرت تلاقيهم حدك بهيك ظروف، فرحب بالفكرة واشكرهم وورد الجميل بالوقت المناسب. برج الأسد، ما تحاول انك تتحدى القدر هيدي الفترة، ممكن تحس انه حياتك مشوش شوي، بس ما تعتل هم، اترك كل شيء يمشي على طبيعته وقريبا بتتحسن الاوضاع. ما تكون متشائم وتطلع حواليك، حتلاقي كتير ايجابيات بحياتك الشخصية. برج العذراء، مزاجك عالي اليوم وهذا شيء بيأثر على نفسيتك وعلى طريقة شغلك، كما أنك تتمتع بطاقة إيجابية بتخليك تتواصل بشكل أفضل مع المحيطين فيك وخاصة الشريك والعائلة. برج الميزان، اطمن عزيز الميزان، فعلاقتك العاطفية مع مولود برج الجوزاء ماشية مثل ما أنت مخطط لها، ففي بيناتكم انسجام فكري وعاطفي بيخلي الحياة بيناتكم حلوة وسهلة بطريقة كتير إيجابية. عزيزي العقرب، ممكن تتعرض لشيء غريب اليوم، كما ممكن تقوم بدور النائد والمحلل لأي شيء بدور حولك. مهنياً عروض أفكارك على المختصين فيمكن يفيدوك ويقدموا لك النصايح لمشروعك الجديد ورح يكون النجاح حليفك. منكمل مع القوس، بتحس حالك عايش بغير دنيا أو بالأحرى بعالم كله رواء وقصص إيجابية، كل شيء بدك إياه وكل شيء بتتمناه حاصل عليه، وبعود الفضل بهذا الشيء للاستقرار العاطفي يلي مأمن لك الشريك، فكون دايما حد وقته هو كمان بحاجة لإلك. الجدي، شخص كنت تعتبره صديق لإلك بتاخذ لك تصرفاته وبتكتشف انه منه جدير بثقتك، وهذا الشيء بيزعجك كثير وبخليك تراجع حساباتك وخاصه بموضوع صداقتك فيه، فجرب قد ما فيك كون واضح وما توثق دغري بالناس اللي حواليك. عزيز الدلو، بتكون غريب اليوم بالنسبة لباقي الأيام، ما بتفتح مواضيع مع حدا وما بتشارك بولا قعدة مع الأصدقاء رغم أنك اجتماعي كتير، ما تتهم، فهيدي الحالة مؤقتة وحتمرق بشكل سريع، وخصوصي أنه الأجواء اللي حولك رح تكون إيجابية أكتر بالمستقبل. أما برج الأخير معنا لليوم، برج الحوت، انت سريع التأثر اليوم بأي شيء ممكن يصير، فبتلاقي الكل عم بيحاول يتجنبك وما يعارضك لو شو ما عملت أو شو ما قلت، فحاولت انك تضبط أعصابك وتظهر من هيدي المرحلة بأقل خسائر ممكنة. صفات مولود برج اليوم، مولود برج اليوم إنسان متسامح، فنان، أوقات بيكون مزاجي وكئيب بس بيسيطر دغري على حاله وبيرجع لطبيعته الطيبة والهادية. وجود المرأة بحياته شيء ضروري ومهم لأنه عاطفي ورومانسي وبيعطي إذا حب من قلبه بلا ما يكون في أي مصلحة، لكن ما بينسى الإساءة إذا تعرض لها. وإنتوا أصدقائي إذا حابين تعرفوا أي شيء بخص عالم الفلك أو برجكم ما تنسوا تتواصلوا معي عبر الإيميل horoscopelian@hotmail.com، وأنا عم جاوبكم على كل الأسئلة يلي عندكم إياها. وهلأ بدي أترككم مع باقي فقرات MTV Live لليوم، وبشوفكم بكرة. إلى اللقاء.